أهلا بكم من جديد في هذا الجزء من هذه الحلقة الموسعة لهذا اليوم من برنامج الحدث على شاشة الساحل، والتي كما أسلفت نخصصها وخصصنا جزئيها السابقين للحديث عن المسيرة التي دعت إليها الحكومة الموريتانية ونظمتها اليوم في نواكشوط لمناهضة ما تسميه خطاب الكراهية وأشكال التمييز. إذن ينضم إلينا في الاستوديو للتعليق على هذا الموضوع من زاوية أخرى المحامي الأستاذ العيد محمد مبارك، نائب عن حزب تكتل في الجمعية الوطنية. إذن كيف كان انطباعكم عن هذه المسيرة التي وصفت بالكبيرة هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا قناة الساحل. نحن انطباعنا عن المسيرة عنها فيها ثلاث رسائل تستشف منها. الرسالة الأولى هو إقرار غير مسبوق من الحكومة الموريتانية وهذه الحكومة الحالية ونظام عبد العزيز فشل 10 سنوات من اللي قالوا السياسة في التعليم، وهذا نحن فتنا دقينا ناقص خطره وفتنا بينا خطورته على الانسجام الاجتماعي والسلم الاهلي والوحده الوطنيه، واللي عاد يكرس اليوم التفاوت الشنيع بين فئات الشعب الموريتاني اللي عادوا في مدارس الفقراء ومدارس الجنس واحد، مدارس الاحراطين ومدارس الوحدين الاخرين، الناس الفقراء والمهمشين. نعم. وقلنا ملي فتنا عن هذا يكرسوا ملي روايه اخرى هو دارين قالوا الولوج للتعليم اللي عنده جوده واللي هو من التزامات القانونية للدولة الموريتانية، وحكومة قطعها ما قد تحقق فيه شيء طيلة 10 سنوات، واليوم بعد انتهاء فترته ياك يقولوا ان نحن انا اقر ان المدرسة الجمهورية انها فاشلة، اقر عن سياساتنا كاملها اللي خلقت في التعليم عنها فاشلة، واقر عن التعليم عنه فساد ويأثر على الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والبلد. شاك عن هذه الرسالة لولا واضحة. الرسالة الثانية هو مولي فشل النظام فذل ينقال له معالجة التفاوت اللي بين فئات الشعب الموريتاني. نعم. خاصة اللي ينقال له العبودية والآثار المنشرة عن العبودية اللي ما زالت تعاني منها فئات كبيرة وعريضة من الشعب الموريتاني. نعم. واللي رقم كامل من التخبط اللي عدد النظام، تارة بإسكات المناضلين، تارة أخرى بالتغطية عليها على المستوى الدولي، محاولة استصدار قوانين على الجانب النظري. يقير في نهاية المطاف بعد 10 سنوات من حكم عبد العزيز يقررنا عن ذلك قالوا التفاوت الاجتماعي وذلك قالوا عدم تساوي الفرص أمام الموريتانيين وذلك قالوا خاصة يعني طبقة الحراطين اللي كانت تعاني من العبودية وآثار العبودية عن فشل النظام عنه يعالج معالجة تعود على مستوى فئات أخوتهم الأخرين من الشعب الموريتاني. الرسالة الثالثة وهي اللي نختم بها عن ملي اللي قالوا حرية التعبير ظهر ملي عن النظام أنا مخيفة بالنسبة له. نعم. وعنها إطلاق الحريات أمام الموريتانيين واستغلال الموريتانيين الحريات الموجودة على مستوى التواصل الاجتماعي في مقابل غلقه هو وسد الأبواب أمام الإعلام العمومي اللي يموله الموريتانيين كاملين، عن هذا ملي هم عاد يسدوا أمامه. نعم. عاد أنه ياك نختم. نعم. بها صيد الخلطة ذوك ما يودهم ولا يخلي حد يودهم، لين قفل قدامنا وسائل الاعلام العمومي التلفزه والراديو. عاد هم ملي يقفل قدامنا يقل ليه نقول له عن اليوم حد له يحد من الحريه، حريه التعبير على مستوى التواصل الاجتماعي، لا كيف حد له يزرب على الطيور. نعم. وبالتالي عاد روايه غير قابله للنقاش وغير ملي قابله للتحقق. نعم. وذاك قد يسول عن الدول والديكتاتوريات في العالم. نعم. لكن ما هو انطباعكم وتعليقكم على الهدف العام من هذه المسيره والذي اعلنت عنه الحكومه الموريتانيه، مسيرة مناهضة للخطاب العنصري والخطاب المتطرف؟ نختار نعود. نعم. واضح هون وهون إبراز الصفة السياسية وصفة الحقوقية. نعم. ليه نقول لكم عن ما هون خطاب كراهية بين حد من أفراد الشعب الموريتاني. نعم. ولا بين أي مكونات من مكونات الشعب الموريتاني، ذا اللي باني عليه النظام تصرفات فردية تعود موجودة في المجتمعات كاملها وكفيلة اللي خارج النصوص القانونية بمعاقبته. يقير عن توميليزي معناها تعبأ حكومة وتعطل طاقة دولة وحكومة وسلطة وشعب كامل خلال يوم كامل، ياك تنتهي بذا المنظر الهزيل اللي نحن بعد ما أننا فاهمين وتو ما فهمنا الغرض منه. هذا اللي انتهى وخرصه تكلفته السياسية
تكلفته الأخلاقية، تكلفته المالية على الشعب الموريتاني. والأخطر من ذاك أن نحن هذا اللي نقول عن التعليم عنه خاسر اليوم، وهم يقروا بها اليوم. موريتانيين كاملين، نواب في المعارضة في الموالاة، الحقوقيين السياسيين، الناس كاملة متفقة عن اللي قالوا فساد نظام التعليم، وعشر سنوات من النظام كرست ذاك الفساد، وكرست ملي الآثار المجرّة عن ذاك الفساد. نعم. اللي هو التفاوت بين الفئات. ليه؟ نعم. نختم لك بهذه النقطة. ليه نقول عن اليوم؟ نعم. عن هاي المسيرة أنا ما شفنا الرسائل اللي قدمت أبدا. يكون كانت استعراض، ظهر لي مولانا عن الهدف الأبرز كان تخويف قال الحقوقيين والمناضلين، تخويفهم بالسجن بالملاحقة القضائية، وهذا شاك عنه لين يقرأ تاريخ موريتاني إلى اليوم. نعم. يعرف عن الناس اللي تناضل من أجل ضد العبودية وضد التفاوت وضد اللي قالوا عدم ولوج الناس بشكل متساوي شر الخدمات العمومية ومصالح الدولة. أنه ما يأثر لا يقويها. 78 حبسة الناس، وسابق ذلك حبسة الناس، وحبسة 2011، وبالتالي هذا لا يقوي شوكة. نعم. المناضلين ويقوي الخطاب. واضح جدا به اللي خطاب ما هو مبني على روايات نظرية، مبني على واقع. واضح جدا. عملي ملموس. إذن هذه المسيرة التي وصفتها بالاستعراضية حملت شعارات تدعو إلى نبذ العنصرية ونبذ ما يفرق بين فئات المجتمع، ونبذ حتى كل ما من شأنه أن يشكل تمييزا ضد أي فئة. هذه الشعارات نفسها عملتموها أنتم في الميثاق خلال أخراجاتكم السابقة. إذن هل هي حلال عليكم عندما ترفعونها وحرام على الحكومة عندما ترفعها؟ شوف، ليه نوضح لك القضية. أنا قلت لك عن قبيل عن ذا اللي مبني عليه هذا كامله تصرفات فردية في شمن فوكالات صدروهم شمن الشباب قاع ما نمتمكنين قبال من تحقق من مستوى قوتهم العقلية ولا تكوينهم ولا ارتباطهم بعد قاع هم بالجهات اللي مسوق عنهم مرتبطين بها. هذا أولا. النقطة الثانية، هذا قلت لكم عنه استثناء. السيمة الغالبة المتوافقين عليها الموريتانيين كاملين هي اللي قالوا فساد التعليم. الصيغة المتوافقين عليها الموريتانيين كاملين على الذين قالوا العبودية وآثارها والفئات اللي تعاني منها عنها ما زالت بحالتها، وهي اللي اليوم عادت اليوم ضحية بارزة خطها العريض للفقر والحرمان في أدوابه وحواش نواكشون وفي التعليم وعدم الولوج للمناصب الإدارية والسياسية وعدم ظهورها ملي اللي قالوا مؤسسات الدولة كاملها ما أنا مستثني منها أي مؤسسة. وهذا ذا العنوان البارز اللي تراعي فيه الناس كاملها النظام اللي هون 10 سنوات. وبالتالي كنت نفهم قبيل يعدل المسيرة كيف تري عدل المثال مسيرة سنوية من أجل مكافحة اللي قالوا التهميش والغبن اللي متوافقين الموريتاني كاملا عنه موجود. يا غير ما تعود تقبل أنه 5 فوكالات والله 6 وتعدل لنا عليهم مسيرة أخذت جودا وأخذت وقتا وأخذت ملي تصور الموريتانيين. هذا اللي نقدر نفهمه منه مسألة واحدة عن أمام هذا الفشل الذريع وهذا الفشل الواضح. اللي نقول لكم أنتم الموريتاني اللي نبيع لكم اللي قالوا الخوف، سياسة الخوف، خوفوا بعضكم من بعضكم. نقول لكم عن خارجين مكونة اللي يتجمع لمكونة، والله خارجين واحدين يستهدفوا مكون معين في موريتانيا. ذا ما خارج منوش، خارج اللي قالوا مواطن الغبن، مواقب التهميش، العبودية وآثارها وفساد التعليم، وهلم جرن وعدم الولوج الملكية العقارية اللي اليوم. نعم. اللي اليوم هذا لا بد من الشرع لي. تفضل. لين تاو نقول اليوم عن اللي قالوا الإصلاح العقاري اللي عدل 83 واللي تلبو كامله وخارج الطريق اللي عدلت الحكومة وقوانين مكافحة العبودية، هذا كامل بقي حبرا على ورق. لين تاو خرس الواقع اليوم. واقع اليوم يتميز باش يتميز باللي قالوا آلاف الأطفال اللي في سن التمدرس والدولة رغم إمكانياتها هم يكونوا بومباليت. نعم. وراكبين للحمير. نعم. ويعدلوا العمالة المنزلية مع ذاك اللي يستتبعها كامل من الاستقلال والإذلال من, من 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 طرف الناس اللي عدلوا. نعم. لهم ذاك. هذا هو اللي مواطن الخلل اللي يالا تواجه الدولة. نعم. هم تصوروا أن اليوم استثناءات. نعم. لا يشاروا إليها وغير معروفة. ما هي معروفة بالصفة ولا هي معروفة من اللي بالأشخاص. نعم. وتتبني لنا عليها تبني لنا عليها تسوقنا فيها تسوقنا. نعم. فيها عندهم خطأ. نعم. خوف والله كراهية. حسب ما فهمت من كلامك أن مغزى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة من شحن فئوي جهوي عنصري
لا يحتاج لأي معالجة وعلاجه بمسيرة كان خطأ. شوف أنا هو لين يعود نحن بانيين هم ذي الناس اللي تعدل الوكالات. أنا محامي وقانون وحسب علمي أنا في مرواقيش عدلوا هذه الوكالات ولا ينزادوا على 5 رواقيش هم كرد دارك كرد في الحبس هذا 5 رواقيش دارك ليه نعدلوا نحن في مظاهرة وفم جحافل وفم هيئات ورام ما خارج منه شيء. هذا كفيد ترسانة القانونية والقضاء العادل النزيه هم اللي هون ننشر عن غير مقبول أبدا أن تعود السلطة القضائية خاصة إن قالوا النيابة العامة سيف مسلط على المناضلين والصحافة والنشطاء في الفيسبوك وفي الواتساب اللي يعبروا عن قلقهم وطموحهم عن موريتانيا تعود مساوية يعود السيف مسلط عليهم ليه نقولهم قاعد نختصر عليهم الطريق عن هذا عن هذا عنه لن يزيدنا نحن هذا المناضلين إلا قوة ولن يزيدنا ملي إلا إشهارا لمواطن الخلل والفوارق الاجتماعية وذلك قالوا فتح تقاعس الدولة عن محاربة العبودية وآثارها وتقاعس الدولة عن معالجة التعليم. نحن اليوم والعبد العزيز نيته فات هو 10 سنوات موريتانيا مخلي له هذه التركة الثقيلة تعليم فاسد تفاوت طبقي واجتماعي واضح ومزيد من التضييق والتهديد تهديد نعم. تهديد على التضييق على حرية التعبير نعم. هاي شت هنا نحن شماركينا شت له ليبقى في ذهان من نظام حكم نعم. عبد العزيز يبقى هناك هذا هو اللي خطر نعم. يبقى هناك بون شاسع بين حرية التعبير وما يحده القانون. إذن برأيك ما هو تقييمك للساحة الآن في موريتانيا والشارع الآن في موريتانيا؟ هل هناك فعلا شحن عنصري؟ ليس هناك أي شحن بدليل على الموريتانيين كاملين ذا اللي قالوا العبد العزيز واللي جسد فشل حكومته التعليم نعم موريتانيين كاملين متوافقين على المخاسر متوافقين عنه خاسر ما هم لا متوافقين هم اللي عنه خطر على الوحدة الوطنية بي اللي عاد يكرس اللي قالوا التفاوت لا يتحدث عنه الرئيس لا يتحدث نعم. عنه ولو 10 سنوات هو عنده نعم. 10 سنوات وعنده ثروات موريتانية 10 سنوات اضربها في 400 مليار تعرف كم مليار من اللوقية 10 سنوات هو كل ميزانية موريتانيا تقارب الآن 400 مليار من اللوقية 600 مليار من اللوقية اضربها في 10 سنوات كل سنة هذا 10 سنوات كل سنة الدولة تصرف 400 مليار ميزانيتها 600 مليار لكن لا حاني نعم يرجع لي اليوم يرجع لي حاني شوي يرجع لي التعليم قد لا تكون 100% هناك مسؤوليات أخرى مسؤولية للحكومة ما قد تسأل عنها أي رجال شوف التعليم منظومة متكاملة لا 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 تعليم 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 هناك الأسر هناك طاحة التربوي تعليم تعليم الوسائل يعود مسؤولية الدولة به اللي ما مهم عن لا الناس تقرأ وتمشي تشتغل مهم عنها تعلم فيها قيم الجمهورية قيم المساواة تعود الناس تلبس لبس واحد تقرأ وليدة واحدة تتعارف تتآخى بيناتها ويعود كلها ما هو خايف من الآخر ولا هو شاك فيه ده هو التعليم ما وظيفته عنك تقرأ وتمشي تشتغل هذا هو اللي تخلات عنه الدولة عاد اليوم في أدواب اليوم انت اليوم نتكلم عن حالة التعليم في أدواب نبكولها كاملين نواب الموالاة زملائنا في البرلمان اللي المنتمين للاتحاد الجمهورية ما يتكلم واحد ما قال عنه هو البلدية اللي فيها والله المقاطعة اللي فيها خاصة 100 والله 200 من الأساتذة والله المعلمين نعم هذا هو هدفكم حنين في حنين البرلمان هو التحسين بمشاكل المواطنين اللي نبقى في إطار لنزيدك عليها نعم. إذن هذا نظام العبد العزيز نعم. لين يعود هذا من الكم الهائل من الفضل من الأموال والتمويلات الخارجية ومطلوقة سلطته وسلط حزبه وسلط حكومته في الدولة الموريتانية ويرجع لنا عقب 10 سنوات يقول لنا أنا فشلت بأن التعليم عاد يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية فشلت ومكافحة اللي قالوا التفاوت بين الموريتانيين به العبودية وآثارها اللي يعانوا منها فئات عريضة ما كافحتها ويقول لنا اليوم الخوخة في اللي قالوا حرية التعبير في الصحافة كيف تكونتم في النشطاء على فيسبوك هذا هو هاي تركة نظام محمد العبد العزيز نعم ألا ترى بأن بما أن حدثنا عن مشاكل كبيرة في التعليم ألا ترى بأن من
زاويتكم أنتم ومن يعني من مكانكم أنتم لا يستوجب هذا تقديم أو إنشاء حالة طوارئ في هذا الموضوع، استدعاء وزير التهذيب، استدعاء وزير التعليم العالي، نبش التعليم حتى يتم الحديث عنه في قبة البرلمان لكي تقوموا أنتم بواجبكم تجاه هذه المجال. نعم، نبشرك صديق العزيز ونبشر موريتانيين، نعم، ونقول الحكومة عن هذه المشاكل، نعم، اللي تنطرح بقوة بدون مواردة. إذا بقاء في مسيركم نستمع إلى بعض الآراء المشاركين في هذه الأحزاب السياسية في هذه المسيرة، نتابع ونعود. الجديد هو القديم، هو تأكيد الموريتانيين على وحدتهم وتماسكهم ونبذهم لأي خطاب شاذ أو متطرف قبليا كان أم شرائحيا أم جهويا أم عرقيا. الشعب الموريتاني اليوم أعطى فرصة للحكومة الموريتانية بأنها تطبق القانون ضد دعاة الفتنة ودعاة العنصرية. المسيرة كانت حاشدة، عشرات أو مئات الآلاف من البشر مشات تعبر عن موقف ضد الكراهية، ضد خطاب الكراهية وضد العنصرية وضد أي نوع من أنواع التمييز. يجب أن هذه الحالات الشاذة اللي دائما تخلق من حين لآخر الأصوات الشاذة يعود فم قانون يجرمها، مثل ما فم قانون يجرم العبودية ويجرم، يعود فم قانون لتجريم الكراهية، يجب أن يكون، لأنه هو لا يعود الأداة الوحيدة لحماية اللحمة الاجتماعية، هو لا يعود الأداة الوحيدة لحماية اللحمة الاجتماعية من كيد الكائدين واصطياد الباحثين عن الاصطياد في المياه العكرة. هذه المسيرة اليوم أنا نعتبرها على أنها مسيرة تاريخية، مسيرة تاريخية، وجات في وقتها، جات في وقتها، لأن كنا كاملين ما أنا مرتاحين بين هذه السنوات الماضية للخطاب اللي نسمعه، اللي خطاب قاعد نعرفه على أنه ما يمثل الموريتانيين به، اللي الشعب الموريتاني شعب طيب، شعب متضامن ولحمته لحمة تاريخية. نبقى موريتانا تعود لا موريتانا أحمرها وأخضرها سياني كاملة، وتعودنا بالخطاب الكراهية والعنصرية والجهوية والقبلية. والله يوفق إن شاء الله، وموريتانيا كيما كانت على أخوت وأحباب ومزارة أخوت وأحباب وتو. نحن كنا دائما خطابنا جامع، دائما كنا هالخطورة قضية العنصرية لاحظناها في وقت مبكر، وبالتالي كنا دائما نطالبوا بضرورة مكافحتها وبضرورة جميع الوقوف ضدها. شاكرين السيد الرئيس على هذا المهرجان، وضح فيه للشعب الموريتاني انه الشعب واحد ويعود بينه ما هو المحبه، ويحاسب على بناء وطنه، ولا يسمع لاعداء الوطن ولا الناس الجايه لا يتخسر عليه، ومده تتفاهم على بناء وطنها وتتحاب فيه وتخرص المستقبل وتخلي عن المسائل الماضيه اللي بلا فايده. أعتقد أنه كان مهرجان عظيم. إذن استمعنا لهذه انطباعات عن المسيرة من بعض المشاركين فيها، إذن تعليق قصير على هذه الانطباعات. أنا هذا ما يفاجئني، منين نعود نعرف عن اليوم وعطلت في دولة كاملة على رواية استعراضية، نعم، في الجوهر ما هي مهمة، توقف عند الأشكال ونفرضوا عمال الوزارات وعيط لهم عدلة التعبئة، نقرأ الوزارات ونفرضوا العمال عنهم الجوم، كل وزارة كانت حاضرة بزيها وبعلاماتها المميزة، وعطلة دراسة تركتنا، وباطل المضحك عن هذه الوزراء والرئيس وجماعتهم وياسم الناس نعرفوا أنا فهم عنهم، تركتنا نحن اللي الموريتاني اللي عاديين اليوم عطلة دراستهم، وهم مدارسهم بقاو يوم يقرأوا في المدرسة الفرنسية. على كل حال هذا ما يفاجئني به اللي مسيرة كانت بجانب واحد، صوت واحد، ما فيها الرأي الآخر، تمثل إرادة من الحكومة عنها تقفز للأمام وتلوم تلهي الشعب الموريتاني أمام الفشل الذريع، أمام الفشل الذريع لسياساته خلال 10 سنوات، تلهيه عنه، تقول معهم فهم واحدين يخوفوا واحدين، والله فهم واحدين ليه عنهم كارهين الاخرين، نعم، هذا ما هو خارج، وما هو خارج ليه نقول، ليه نقول لا، ليه نقول لك انا، نعم، الموريتانيين متعارفين كاملين، شوف، نعم، احنا عايشين في بليده، نعم، ديارنا في بليده،
عندنا شنو المشاكل الاجتماعيه معترفين بها كاملين، والاساس المجرع عن العبوديه ومرافقه من التهميش واثارها، هذاك الحد يعرف حد اللي يحاربها دوك واضح، حارب يحاربها في التعليم، يحاربها في تعدل التمييز الايجابي به اللي هاي الوتيره اليوم خاصه مع تكريس الدوله لهذا التفاوت والتمييز ما تريد بخطوات عاديه، لابد من تخلق خطوات كبيره من الدوله وتخلق خطوات تماركي لزيسبري، معناها زاد تطبع تطبع الاذهان عن فم اراده قويه عن هاي الناس اللي ما كانت ملتحقه برقب خوتها الاخرين عن تعود. واضح جدا. في السنه الماضيه تم استصدار والمصادقه على قانون يجرم الميز العنصري والخطاب الكراهيه، اذا ماذا عن هذا القانون؟ هل هو يعني هل سيضيف جديد الى هذا الموضوع؟ شوف هذا الخطاب بعد قاع خطاب المضاد للتمييز، هذا القانون معناها اسمح لي هو من القوانين اللي معدله وفقا للاتفاقيات الدوليه، نعم، التزامات حكومة الموريتانية، وهذا للأسف الشديد ظاهرة عن الحكومة الموريتانية ما تعدل لنا الشعر المستوى الداخلي يتعلق بحقوق الإنسان، يكون من تجبر ضغط على المستوى الدولي أهم عندها حتى إذا كان يخدم محليا. لا نفسر لك، أنا مجال أخباري في مصر، نعم أنا من أهل مكة، لين يجبر ضغط من الخارج، ياك تقول لهم عندنا احنا عندنا قوانين مجرمه العبوديه، قوانين مكافحه للتمييز، عندنا نحارب اثار العبوديه، نستصل قوانين غير في الواقع الملموس، تفرق هذه من محتواها، تفرق باش خطاب رسمي ينكر مضايقه على المناضلين، خطاب رسمي ينكر ماذا؟ ينكر وجود هاي الظواهر، ينكر وجود التمييز، ينكر وجود العبوديه. اليوم خرجت الحكومه لمناهضه التمييز. لا الحكومه مفهومة السلبي، لا تعرف قصد منه شنو، ياك ما نقولوا نحن عن فم تمييز، ولا نقولوا عن فم عبوديه، ولا نقولوا عن فم فقر، ولا نقولوا عن فم فشل التعليم، ها هو دور الحكومه. الدور ما هو التكييف القانوني؟ ما هو التكييف القانوني لجريمه العنصريه والميز قلت لك عن هذا القانون، نعم، عنه جاي انعكاسا للاتفاقيات الدوليه وقعتها موريتانيا. يقير هاي القوانين اصلا اهميتها هي حمايه اصلا الضحايا المهمشين. نعم. هي اليوم القوانين يلا يفترض فيها، نعم، تعود للطبقات الفقيره المهمشه اللي اصلا عندها طبعتها ظروف تاريخيه، كيف كانت عبيد، والله عبيد سابقين، والله ابناء عبيد سابقين، نعم، باللي هم اللي يتعرضوا للتمييز اليوم، والدوله من التزاماتها القانونيه والدوليه عنها تحميهم، هذا القانون مستصدر لهذا، نعم، اللي خلق اليوم شنو؟ عندنا اللي نقلبوا الايه، بدلا من تعود هذه القوانين وهذه الاجراءات لحمايه المهمشين وجعل واستصدار قوانين واجراءات تمييزيه من الناحيه الايجابيه لهم هما، يعني تحكم الناس الاخرين وشن قالوا وتعاقب الناس اللي مثلا تستخدم الالفاظ وصفات مموله، عاد تنقلب علينا الروايه. اريد مثال على هذا عمليه القلب لهذا القانون. نعم. هذا القانون ضرب، نعم، هذا القانون يفترض عنه يعود جاي يكافح مثلا حد قال رقاجي من بدا، قال له انت عبد مثلا، نعم، والله قال له انت اصولك حرطاني، والله اصولك معلم، والله اصولك، نعم، هو يجي يحمي ذا النوع من 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 الفئات، نعم، ويكافح ذا النوع من الممارسات بما فيها الاقوال بما فيها الممارسات، وعنها ما تظهر لا في تصرفات الافراد الخاطئه، وهذا شيء غير ايجابي. حنيني انت ما سمعت اللي قلت لك، نعم، هو انا قلت لك لا ماشي مع الفكره اللي قلت لك كامله، اننا نستصدر، نعم، قوانين جيدة محتواها جيد وهذا بشكل موضوعي، نعم، هذا في كل ما هو إلا في قانون التمييز، نعم، قوانين مجرمة العبودية، القوانين اللي تحمي الأطفال، يقير في الواقع الملموس صفر، نعم، وهذا اللي نقول لك منطلق تجربة ومنطلق معايشة الواقع، نعم، اللي خالق اليوم واللي يلا تفهم الحكومة عن ما ترى مقبول فقط، ونحن كمناضلين وكسياسيين ومعانا النشطاء كاملين ومعانا الناس اللي نحن ماتينا في حاضره مغلقه، ما في كوريا الشماليه، نعم، ولا في كهوف، نحن في عالم مفتوح، نحن نخرصوا روسنا ونراقبوا وواعيين الحمد لله، الين تعود خارجه اجراءات ملموسه، نعم، من اجل مكافحه هذا الواقع لصالح هاي الفئات اللي مهمشه اللي يلا القوانين تعود لصالحها، هذا يعود واضح لنا، الين يعود رئيس الجمهورية، نعم، يقول عن العبودية ما هي خارجة وهي قدام المحاكم وضحايا موجودين وآثارها اللي منها قضية التعليم،
ولين يعود يقول مولع موريتاني ما في الحكومة, الحكومة لديها سياسة للقضاء على آثار هذه. يا يا نعم. يا أخي عبد المؤمن نعم. أنا ما قد حكومة ما تنقد نعطيها أكثر من 10 سنوات تدور نموت والله شنو 10 سنوات ما تنقد نعطيها فوق 10 سنوات قلت لك عن ميزانية الدولة تقارب تتراوح بين 450 600 مليار للسنة نعم ضربها في 10 سنوات هذه تقول لي عنها قارب الحكومة اللي تعود عندها فكرة وسياسة وإرادة ايش قال رئيس الجمهورية قال اعترف عن هذا موجود يقير ليش يفرقون المحتوى يقولون موجود في الدول كاملة نعم دول موجود فيها كان يقير كافحتها نحن ما نفسوا بنوضعية كنا من البرازيل البرازيل كان فيها التمييز العنصري كانت فيها العبودية نعم وفي جنوب افريقيا كانت فيها ومارقة من 94 نعم لكن غير هاي الدول نعم. شو نعم في اخوتنا هذا في المغرب نعم. وفي دول نعم. قريب منا هاي حكومة وما يكسح نعم هذا ما يكسح الحكومة الموريتانية الحكومة الموريتانية يعني. لدينا دقيقة أخيرة نعم تفضل هو إذا ما يكسح نعم هذا ماضي أليم نعم يلا يعود جزء من ذاكرتنا ما ننساوه وياك ما يتكرر نعم ولا يلا الناس اللي كانت ضحايا تتعقد منه ولا يلا الحكومات حد قالوا لها تتعقد منه ويلا نحن الموريتانيين نتكاردوا لجدين نعم بيانا وكحلنا نعم. وحكومتنا ومعارضتنا وتعود وتعود حاليا شوي عبد المؤمن نعم. تعود فوق الحساسيات السياسية نعم. والانتماءات العرقية باللي هذه موريتانيا اليوم يعود فيها التخلف لين نشوف الشاشة راكبين على الحمير والكورب ومباليت وادواب وضعيتهم ذكية ونواكشوط لكارتي بيريفيريك معناها ضواحي نواكشوط حالتهم ذكية نعم. نعم الحكومة الأخيرة الحكومة الموريتانية تتهمكم الناشطين في الدفاع عن هذه الفئات أنكم لن تقدموا شيئا لهذه الفئات بل الحكومة قدمت أكثر مما قدمتم أنتم لهذه الفئات شوف نحن الليلة كانت عندنا ميزانية 600 مليار للسنة نعدلوا ياسر خلعنا ما عندنا أربعة الأختيار تعود عندي إذن شكرا أنت تعود عندي دور نعدلها ودور تشوف الحكومة نعم. اللي عندنا نعدلها اللي عندي الأفكار شكرا وعندي الإيمان وعندي الإقرار شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ المحامي العيد محمد المبارك نائب عن حزب تكتل بالجمعية الوطنية كنت ضيفنا في الجزء الأخير من الحدث على شاشة الساحل إلى اللقاء شكرا